نينا كيرلي من واندا معكم. أنا موجودة هون مع سليم أكيل من شركة searchinmina.com. نحن موجودين بالمؤتمر الـ MTV. سليم كيفك؟ هلا مرحبا. مرحبا. شو هو تحدي لترك سوريا وفتى شركتك في دبي؟ كان في مشاكل كتير بسوريا ورحت على دبي، شو صار؟ بالظروف اللي واجهناها بسوريا معظم الستارت ابس والسمول كومبانيز شركات صغيره والمتوسطه والبادئين الستارت اب اضطروا انه يغلقوا اعمالهم. هذا السبب، لهذا السبب حاولت ادور على سوق جديد لنبلش منه من جديد. فعملنا بحث عن طريق الانترنت وعن طريق رجال الأعمال، فوجدنا أنه أفضل مكان بيناسبنا حاليا هو دبي، لأن دبي هي بوابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تسهيلات التسجيل كأجانب، فكان عندنا فرص تسجيل بالسوق الحرة مناسبة كتير لأننا. وبالنسبة لدبي فهي بيئة مناسبة للشركات الوطنية والعالمية المتواجدة هون لنصل لألهم بسرعة، بالإضافة إلى سهولة حصولنا على زبائننا بالخليج، بمنطقة الخليج العربي بالضبط. وليش ما روحت على بيروت أو عمان؟ اوكي، بالنسبه لبيروت خططنا نحن نروح على بيروت وتعاوننا مع بيريتيك بتدعم الشركات الستارت اب، بس المشكله يعني زبطنا المكتب وزبطنا العقود التسجيل وهيك، بس المشكله كل ما زادت المشاكل بسوريا كان مؤثره على بيروت خصوصا للسوريين، والطرق كيف اذا نحن رح نتنقل كان صعب كتير. هذا سبب خلاني ما أوقف بموضوع نقل المكتب لبيروت، وهذا السبب. سبب تاني عمان الأردن، عمان ماركت كتير جيد بالنسبة للستارت أبس، بالنسبة لرواد الأعمال الدولة بتدعمهم دائما وبتحاول تأمن الإيفنتس بتوين الرجال الأعمال أو المستثمرين ورواد الأعمال. بس هدفي أنا كنت أركز بالبداية عملي على منطقة الخليج العربي، لذلك كان دبي هي من أسهل المناطق اللي ممكن أنا أصل لمنطقة الخليج العربي بسهولة. بالضبط. ممكن تحكي عن منتجك؟ هل قمت بتعديل المنتج؟ بحث في مينا هو محرك بحث للأعمال بيساعد شركات صغيرة والمتوسطة لخلق أو إيجاد قنوات للحصول على زبائن عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى بناء شبكة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات العربية في منطقة مينا. بنينا الويب سايت سيرش إن مينا، محرك البحث في مينا، بنيناه على أساس أنه يناسب جميع الدول العربية، باعتبار هنا في كتير دول مختلفة من ناحية المعرفة أو استخدام الإنترنت، من كان من قبل المستخدم أو من قبل الشركات. فحاولنا نحن نجمع نبسط الموقع بحيث يناسب كل الدول العربية. فلما جينا على دبي فمعناته لازم نركز على المستخدم والزبون الموجود بدبي بالأول. مستخدم الزبون الموجود بدبي هو متقدم فكريا أو معرفيا، معرفة الإنترنت بالنسبة له متقدمة جدا، فهذا سبب خلانا نعدل شوي بالويب سايت، نطوره أكثر بحيث ما يكون ما يطلع عليه الزبون الموجود بالإمارات أو بدبي أو بالخليج يشوفه أنه هو موقع ضعيف شوي. فاضطرينا أن نضيف بعض الخدمات الجديدة أو نطور خدماتنا بحيث يناسب الماركت اللي أنا مستهدفه بمنطقة الخليج العربي. وكيف كانت الخطوة لإيجاد المستثمر؟ المشكلة اللي واجهتها أنه ما في
أي شخص ممكن يدلك على الطريق الصحيح لإيجاد المستثمر. فكانت أول خطوة بالنسبة لي لإيجاد المستثمر هو إيفنت اسمه دبي ستارت أب ويكيند. هذا مشهور كتير بالصدفة بوجودي بدبي بفترة الأولى انضميت للإيفنت هذا وأتاحت لي الفرصة أن أتعرف على رواد الأعمال الموجودين بدبي بالإضافة إلى الشركات الداعمة لرواد الأعمال بالإضافة إلى المستثمرين. فقابلت مستثمرين تابعت معهم بعدين بموضوع الاستثمار بموقعي بالإضافة إلى قابلت دبي اسم إيه اللي هي قامت بتقديم الدعم لشركتي بعد الإيفنت. بعد ذلك بلشت أحضر هون بدبي في عندهم كتير بيعملوا شيء اسمه بزنس نتورك إيفنت. هاي أحداث بيجتمع فيها رجال أعمال ومستثمرين كل شهر كل أسبوع حسب في كتير إيفنت بتحدث. فبوجودنا هناك بالإيفنت هدول تتعرفي على كلاينتس تبلش تتعرفي على كلاينتس تتعرفي على إنفسترز أو anyone can help you أي واحد ممكن يساعدك. فمن هون بلشنا نقابل العالم نعرف عن شركتنا بطريقة بروفيشنال بحيث تستطيع أنه تقنعي المستثمر قدامك أول دقيقة أو دقيقتين أنه مشروعك فيه ربح جيد أو فيه مستقبل جيد. وبعدين بلشنا نحصل على المواعيد بعد ما تعرفنا على المستثمر وقدمنا مشروعنا بلشنا نحصل على مواعيد لنقابلهم ونتكلم أكثر عن المشروع تبعنا. قبل سبع مستثمرين خلال ست شهور كان في مستثمر أكثر مستثمر عدنا معه شهرين عم نشتغل حضرنا البزنس بلان حضرنا الأكشن بلان ويكلي أكشن بلان مايلستونز شو نقاط الضعف ونقاط القوة لأنه كيف مبلغ الاستثمار اللي هنحصل عليه كيف هنستثمره كيف هنصرفه خلال السنوات القادمة شو هي توقعاتنا للأرباح اللي رح نحصل عليها في السنوات القادمة. واجهتني مشكلتين أساسية كتير مهمين إنه بعد ما اتفقنا مع المستثمر هذا وقعتنا شهرين واتفقنا معه جينا لازم نعمل شغلتين مهمين عقد الاستثمار و تقييم الشركة أو تقييم الفكرة. بالنسبة للعقد ما كان في شركة محاماة عندها شيء اسمه عقد استثمار بين مستثمر وبين شركة بتقدم خدمات عن طريق الإنترنت باعتبار أنه مجال الاستثمار بالإنترنت جديد بالمنطقة فمش متداول أو ما في خبرة بمجال هالعقود. فالدبي SME ساعدتنا بأنه حصلنا على عقد من شركة بتعمل استثمارات بألمانيا فأخذنا هذا العقد وعدلناه على شيء يناسب القوانين الإمارات. بالنسبة للإيفالويشن كمان ما في موجود شخص خبير بيعمل تقييم لفكرة لسه ما عنده مبيعات او مبيعات كتير ضعيفه فما كونت خلال سنه مبيعات تقدري تقيمي على اساسها. فلازم يقيم الفكره لازم يقيم شو ممكن الطالب خلال 3 سنين وخمس سنين لقدام. وهي المشكله اللي خلتنا نعتمد على على اشخاص ما عندهم خبره بهالمجال مما سبب انه تم تقييم الشركه بطريقه غلط. هذا يعني انه المستثمر طلب حصة عالية وهذا وهي مشكلة بتواجه فيها اي رائد اعمال ما بيريد يستغني عن نسبة كبيرة من حصته بالشركة عشان يضل اكتر وقت ممكن هو بتحكم فيها. طيب شو كان ردة فعل الجاجز هون؟ اوكي هون استفدنا منه انه حسنت اوازن تقديمي لفكرة مشروعي بالنسبة للزبائن خلال دقيقة واحدة انه احسن اقدم المشروع هذا لشخص ما عنده فكرة عن اونلاين ماركتينج
ومع شخص عنده فكرة عالية عن الأونلاين ماركتينج. سو كتير صعب إنه أنت تجمعي بين هالاثنين وتقدمي خلال دقيقة واحدة مشروعك بحيث يفهم الشخصين بمستوى مختلف من من المعرفة بمجال الإنترنت. أوكي، وشو بتنزل رواد الأعمال اللي بده يروح على دبي مثلاً؟ أوكي، أهم شيء إنه يدور على رواد الأعمال الآخرين اللي هن سجلوا بدبي ودخلوا على سوق دبي، لأنه رح يختصر كتير وقت لما بيعطوا المعلومات المفيدة لإله. شغلة تانية إنه لازم يركز أكتر شيء على المبيعات، يركز على المبيعات أول 3 أشهر أو أول 6 أشهر. بهالطريقة رح يخلي المستثمر يقتنع أكتر بالبروجكت تبع رائد الأعمال، بالإضافة هيبني ثقة أكتر بالنسبة للمستثمر بأنه رائد الأعمال بيحسن يعمل يحقق شو هو وعد فيه المستثمر. شكراً كثير سليم.